السلام عليكم شباب، حياكم الله من داخل مركز الخبيزي، دايما متواجدين في كل مكان يا جماعة الخير. طبعا معانا اليوم العملاء المميزين جدا عندنا من ايام المعرض، والحين الراعي الرسمي ومدير شركة لوبانا المياه المعدنية، جربوها راح تعجبكم ان شاء الله. كنا طبعا حابين استاذ ياسر، طبعا شرفنا بيك مبدئيا، يعني ربنا يبارك فيك يا حبيبي والله. كنا حابين راي حضرتك عامه في المعرض، وراي حضرتك خاصه في مركز ذريات الخبيز المنتجات. حضرتك طبعا استفدت معانا بجاكيت اتروكس، طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني من الخامات المحترمه جدا، هتجربها وان شاء الله ان شاء الله راي حضرتك برضو هيفيدنا. كنا حابين راي حضرتك في الاسعار في المنتجات، اي لو في اي تعليمات او اي اقتراحات حابين برضو اضافه من سيادتك نتشرف بها. شكرا جزيلا لك. اول شيء انا اتشرف اني انا اليوم معاكم في الخبيزي. المعرض ما شاء الله كان على مستوى عالي جدا، منسق من بدايته لها اليوم اخر يوم،